بين التنقل ما بين المدن هو ان واحد سكين جاي يصور طرف ديال الخدمه مثلا في الدار البيضاء او سكن كتكون في كل ميم ولا مو مريضه مثلا غير رجع يشوف خاص يبقى يقلب على الورقه تتمو تمو خاصو يمشي هذا مشكل خايب بزاف بالنسبه للمواطنين المغاربه كاينش الاداره ديالو ولا كانت عند القياده ولا عند البشويه يعطيوها ليه اللي الضروره خاصو يبغى ينتقل الضروره ماشي الحاج انت باش ما يديش دعوه للمدينه المدينه ماشي في صالح المواطن اختي بزاف ديال متسافروش انا بالنسبه لي انا سافرت مشيت مراكش جبت المدام ديالي وجيت عادي جدا ولكن شوف بنادم اللي يعاود يشي منعوهم في الروتور بنادم والديه خوهم خالته مريضه هذه علاش يمنعوهم ما يمكنش خاصك والديك مثلا مرض ما يمكنش خاصك تمشي تشوفهم ولا لا تمنعو فيه محشوم هذا الشيء يديروا فيه كنقول السلطات يتعاملوا معنا زوين وخلي بنادم يسافر وهذاك الشيء يتعاونوا مع بنادم نحرقوا حنا شوف ديروا معنا حل واحد السلطات ديروا معنا حل واحد حلوا لنا القنطره من طنجه الصبري ونديروا شي قنطره زعما ربع ساعه والله لا بقى واحد لخرت في الطب اش غادي نقول لكم انا يا وسام المهم الهجره غير شرعيه اللي باغي حنا كنموتوا على الهجره غير شرعيه ما بغيناش حنا التاشيره بغينا الهجره غير شرعيه التاشيره خلينا